قطاع التنمية المجتمعية في أمانة عمان الكبرى، وسنلقي الضوء على جهود الأمانة في تعزيز التنمية الثقافية والرياضية والاجتماعية في المدينة. يسعدنا أن يكون معنا السيد حاتم الهملان، نائب مدير المدينة لقطاع التنمية المجتمعية. أهلا وسهلا، نورتنا أستاذي. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم في هذا اليوم الجميل. يعني سعداء جدا أن نلتقي اليوم بأسرة التلفزيون الأردني في مبنى أمانة عمان في السيتي هول. نقول في البداية يعني كل عام وعمان والأردن وسيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني الحسين وولي عهده الأمين بألف خير، وأسرة أيضا أمانة عمان الكبرى. حقيقة يعني قطاع التنمية المجتمعية هو من القطاعات اللي له التماس مباشر مع المجتمع المحلي. عملت أمانة عمان منذ سنوات على إنشاء المراكز الثقافية والرياضية والاجتماعية في مدينة عمان، حيث أصبحت هذه المراكز هي مراكز ترفيهية، مراكز تعليمية، ومراكز أيضا رياضية. رائع. اليوم نتحدث عن دوركم المجتمعي تحديدا والتنمية المجتمعية على عديد من الأصعدة، منها الثقافية منها الرياضية. قديش اليوم مهم نركز على هذا الأمر ودوركم أيضا في إيجاد هذه المجالات في للإبداع، خلينا نحكي للشباب. صحيح، قطاع التنمية المجتمعية يعمل على 4 محاور رئيسية. المحور الرئيسي الأول هو الدراسات والتوعية، والمحور الرياضي، والمحور الاجتماعي، والمحور الرياضي. نعم. المحور خلينا نحكي الدراسات والتوعية هو دراسة متخصصة في المجتمع، بحيث نتناول احتياجات المجتمع، ما هي الدورات وما هي البرامج الثقافية والأنشطة التي يريدها المجتمع، وعلى أثر ذلك يتم اختيار هذه البرامج لكي تقدم للمجتمع المحلي. حقيقة هناك عدة مراكز في مدينة عمان، في كل مناطق أمانة عمان، بحيث أنه تقدم هذه الخدمات مباشرة للمجتمع المحلي. أما بالنسبة لقطاع التنمية المجتمعية، هناك محور الاجتماعي. عملت أمانة عمان منذ سنوات على إنشاء مراكز مجتمعية، بحيث تكون هذه المراكز مهيئة لإعطاء دورات، ومعظم هذه المراكز هي تقدم مجانا. نعم. للمجتمع المحلي. نعم. المحور الثقافي أيضا عملت أمانة عمان على إنشاء مراكز ومكتبات في كل مناطق أمانة عمان. كل هذه المكتبات متوفر فيها كتب بكافة أنواعها، بكافة مختلفات مجالاتها. أما المحور الرياضي فعملت أمانة عمان أيضا على إنشاء ملاعب، سواء كانت أحياء أو على مستوى ملاعب كبيرة مثل استاد الملك عبد الله، أو حتى الحدائق الكبرى مثل حدائق الحسين وحدائق الملك عبد الله الثاني والجبيهة. نعم. أسست أمانة عمان هنالك ملاعب للمجتمع المحلي لارتيادها. لم تصبح هذه الحدائق هي فقط للرياضة، ولكن تقوم أمانة عمان من خلال قطاع التنمية المجتمعية بعمل دورات تدريبية، بأمسيات شعرية، بمناسبات أيضا الدينية والوطنية وغيرها. نعم. نعم. يعني سيدي، نتحدث عن دعم وتمكين المرأة، وكيف تم ذلك من خلال يعني قطاع التنمية المجتمعية؟ وكان هناك العديد من الفعاليات، عديد من المبادرات اللي قمتوا فيها بهذا الخصوص. صحيح، حقيقة المرأة الآن أصبحت هي يعني بالعكس هي الكل، هي الكل. كل البرامج اللي تقوم فيها أمانة عمان من خلال قطاع التنمية المجتمعية بإعطاء دورات تدريبية وتوعوية وتثقيفية في كل المجالات، سواء كان صحية أو تعليمية أو تعريفية، بكافة المجالات. أنشأت أمانة عمان مطبخ إنتاجي في حدائق الملك، في حديقة الملك راني العبد الله. هنالك مطبخ إنتاجي، هناك أيضا صالون للسيدات، كما تم تدريب السيدات على المطبخ الإنتاجي كيف يستخدمون، خلينا نحكي بيشتغلوا فيه، وإنشاء المشاريع، تسويقها. نعم. أيضا تسويقها أيضا. نعم. وعمل وزارات في كل مواقع أمانة عمان. أيضا كمان هنالك دورات تدريبية من خلال المؤسسات، خلينا نحكي الخاصة أو الحكومية، بإعطاء دورات للمجتمع المحلي وخاصة المرأة. نعم. اليوم يعني نتحدث عن دور مهم، يعني نتحدث عن أماكن للعب، خلينا نتحدث عن أماكن ثقافية. كيف إقبال الناس وتفاعل أهالي عمان في هذه الأماكن؟ بعرف الناس متعطشة دائما لهذه الأماكن، حتى يعني يكون أولادها في مأمن، خلينا نحكي. فنتحدث عن التفاعل ويعني دوركم في إيجاد هذه المساحة أيضا لأهالي عمان.
نعم، يعني معظم الحدائق هي حدائق آمنة وحدائق ثقافية. يعني احنا نتكلم عن نقدم برامج احنا في هذه الحدائق، يعني يتم إشراف عليها من قبل المتخصصين من خلال الدوائر والمديريات التابعة لقطاع التنمية المجتمعية. معظم هذه البرامج يقدمها مختصين في علم الاجتماع، مختصين في علوم أخرى. فحقيقة يعني هناك برامج عديدة للأطفال، للشباب، للمرأة وكبار السن أيضا وذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. هذا شيء مهم جدا. نعم، التشاركية دائما مطلوبة، وبالحديث عن الشراكات المحلية ودولية لدعم مشاريع التنمية المجتمعية أيضا هناك سعي في هذا الطريق وفي هذه أو في هذا الموضوع بشكل أو بآخر، وشفنا مؤخرا هذا التطور اللي عم بحدث ولاحظنا الفرق. يعني كمواطنين عم نشوف قدي في فرق عم بيصير على أرض الواقع. صحيح. أمانة عمان من خلال قطاع المجتمعين هناك شراكة حقيقية مع وزارة الثقافة، مع وزارة الشباب أيضا، مع دور النشر، مع الكتاب الأردنيين. هناك تفاعلية وتشاركية سواء كان من خلال أمانة عمان أو المجتمع المحلي. كل هذه الخدمات تقدم مجانا للمجتمع المحلي، وتقديم أيضا عمان بصورة جميلة جدا سواء كانت محلية أو خارجية، طبعا من خلال مشاركتنا في المعارض الخارجية ومشاركتنا في البرامج والأنشطة الخارجية أيضا والداخلية. نتحدث عن خطتكم الاستراتيجية للقادمة. دائما عندي قناعة العالم متطور، فكمان إحنا بدنا نواكب بهذا الخطط التطور اللي عم بيصير حوالينا ومتطلبات الحياة أيضا. صحيح. حقيقة هناك توجه بالاهتمام خلينا نحكي بالبنية التحتية الحاضنة للبرامج والأنشطة والمعرفة أيضا للمجتمع المحلي، ولتكون عمان يعني فنحكون كل مناطق عمان موجود فيها مراكز ثقافية ومكتبات وأيضا وحدائق من حدائق الملك عبد الله الثاني، حدائق الحسين وحدائق الجبال، لتكون أيضا هذه الحدائق حدائق خلينا نحكي ثقافية وليس بس فقط ترفيهية للمجتمع المحلي. نعم. في مجالات الثقافية والأدبية تحديدا دعم المؤلفين، قد ايه احنا دائما متعطشين للتأليف وللكتاب ولمواكبة ايضا، وهذا جزء من التطور حقيقة. تعتبر دارة المكتبات العامة هي من ابرز المعالم الثقافية واقدمها في العاصمة، ومن خلال دارة المكتبات العامة يتم دعم الانتاج الفكري الأردني من خلال الشراء او خلال نشر كتابه. طبعا احنا يعني اسست امانة عمان حوالي 37 مكتبة فرعية، يتم الشراء مباشر من المؤلف الأردني، بالإضافة إلى شراء المسرحيات أيضا من الفنانين وعرضها أيضا في مواقع أمانة عمان وعرضها أيضا للمجتمع المحلي مجانا، يتم من خلالها الشراء المباشر من المؤلفين. أيضا عمل بازارات وعمل خلينا نحكي أنشطة وفعاليات في المراكز التابعة لأمانة عمان الكبرى. خلينا نتحدث عن جاليري راس العين، قديش في كمان أيضا هناك مشاركات للعديد من الفنانين الأشخاص المبدعين في جاليري راس العين، وهذا المكان اللي هو محط أنظار الجميع حتى بده يقدم شيء مختلف لك بجاليري راس العين. صحيح. ليس فقط جاليري راس العين، جاليري راس العين هناك يعني حجوزات كثيرة في جاليري راس العين سواء كان للفنانين أو للأدباء. نعم. أو حتى للبازارات. أيضا هناك مركز حسين الثقافي الذي يضم فنحكي الكثير من عديد الأنشطة والمؤتمرات سواء كانت الدولية والخارجية، والتعاون أيضا مع المؤسسات يعني الحكومية والخاصة. نعم. كيف ممكن نعزز دور أو تفعيل دور المواطنين والتشاركية معهم بما يخص التنمية المجتمعية؟ لأنه المواطن جزء والمواطن أساس، الوعي عنده، محاولة دائما التعاون مع المواطن بهذا الخصوص، جهود أو الخطط اللي بتعملوا عليها في هذا المجال. حقيقة معظم الأنشطة والدورات التدريبية تتم من خلال التشاركية مع المواطن. يعني احنا لما نعمل دراسات وتوعية في هذا المجال يجب أن تكون هناك دراسة ما هي احتياجات المواطن، سواء كان دورات تدريبية أو سواء كان تمكين اقتصادي أو سواء كان معرفي أو سواء كان على إبراز دور المواطن في خلينا نحكي في الإنتاج الفكري الأردني أو الإنتاج خلينا نحكي المحلي وعرضه في البازارات والمؤتمرات الموجودة في مدينة عمان من خلال أمانة عمان. نعم. هناك محاور بتركزوا عليها أكثر من محاور يعني، ولا هناك تساوي بالتوزيع بالمحاور المتعددة الموجودة عندكم؟ حقيقة احنا بنركز على محور التوعية والدراسات. نعم. لأنه محور التوعية والدراسة هو أهم شيء في القطاع، لأنه لازم تختار أنت ما هي الأنشطة، ما هي الدورات التي يتم تقديمها للمواطن تستاهل منا عمان نقوم يعني بإعطاء ما هي احتياجات المواطن
الدورات خلينا نحكي الأشياء التي يريدها المواطن، حتى إحنا نقوم من خلال دوائرنا بتقديم الأفضل للدورات التدريبية. نعم. نعم، يعني إحنا مقبلين الآن على شهر رمضان المبارك وبعدها العيد، دائما هناك استعدادات من قبل الأمانة وخصوصا في موضوع التنمية المجتمعية، ماذا أعددتم؟ أعددنا يا سيدي إحنا في خلال رمضان راح يكون يعني متاح للسيادات المجتمع خاصة يعني بالمواقع التابعة لأمانة عمان بعمل بازارات وعمل أمسيات أيضا في شهر رمضان، راح يكون هناك مسابقات للأطفال وراح يتم توزيع أيضا يعني جوائز للفائزين. عددنا أيضا يعني في راح يكون يعني دعم للإنتاج الفكري الأردني من خلال توزيع كتب للمجتمع المحلي مجانا بحدود 10,000 كتاب خلال الأسبوع القادم بعون الله. يعني مهرجان صيف عمان صاروا الناس تستناه من الموسم للموسم، وكان العام الماضي تفاعل بشكل كبير من قبل المجتمع المحلي، مش بس أهل عمان، ترى من المحافظات كلهم كانوا يجوا لصيف عمان. هل يعني لا أعلم إذا كان من المبكر الحديث عن هذا الأمر، بس هل في هناك خطط لصيف عمان؟ هل هناك يعني تجهيزات لهذا المهرجان؟ طبعا احنا يعني هذه السنة الرابعة تقريبا راح يكون في هناك في حدائق الحسين، وأيضا ممكن راح نعمله في حدائق الملك عبد الله والجبيهة. نعم. والساحل الهاشمية. صحيح. يعني راح يكون تفاعل، وتعرف يعني زي ما حكيت ليس فقط، وأيضا زوار مدينة عمان راح يعني يشاركونا في هذا الحدث، حتى المغتربين والأخوة العرب أيضا. صحيح. صحيح. يعني صار له لمسة يعني جمالية في مدينة. نعم. عمان إنه. نعم. في صيف عمان. نعم. راح يكون أشياء ترفيهية وتعليمية أيضا، ومشاركة أيضا الشعراء ومشاركة أيضا الفنانين والأدباء. نعم. نعم. دوركم بموضوع وجانب السياحة التفاعلية دائما، كيف ممكن دائما نجذب الاستثمارات ومحاولة دائما، خصوصا إحنا الآن في فترة يعني مقبلين على فترة الربيع ومن بعدها الصيف، والصيف موسم حافل دائما يعتبر. أيضا هناك خطط استراتيجية من قبلكم في هذا الخصوص، موضوع السياحة، موضوع تشجيع وجذب الاستثمارات. يعني تعرف إحنا مدينة عمان هي مدينة خضراء الحمد لله، وعندنا مواقع أثرية جميلة في مدينة عمان. أمانة عمان تهتم بهذه المواقع حقيقة، يعني سواء كان بنظافتها أو سواء كان بترويجها مع وزارة السياحة أو سواء كان عن طريق قطاع التنمية المجتمعية أو القطاعات الأخرى بالاهتمام بهذه المواقع. عمان جميلة، يعني إحنا صورة عمان هي دائما جميلة سواء كان عن طريق أمانة عمان أو عن طريق المؤسسات الأخرى. دورنا أنه يكون يعني دور مهم في إلقاء الضوء على مدينة عمان الحبيبة، أنه يتم فيها خلينا نحكي الزيارات، يتم فيها تسليط الضوء على المتاحف، تسليط الضوء على المواقع الأثرية مثل المدرج الروماني، القلعة، وسط البلد، يعني لها روح جميلة في مدينة عمان. أستاذي دائما مرات نسمع مصطلح بين توزيع الخدمات المجتمعية بين شرق العاصمة وغربها، اليوم كيف بتوازن ما بين هذا الأمر وتوزيع هذه الخدمات بشكل عادل للجميع؟ يعني من خططنا الاستراتيجية أن يكون يعني كل المواقع تكون عادلة وشاملة في كل مواقع أمانة عمان. نعم. سواء كان في الشرق الغرب الجنوب الشمال، أمانة عمان وضعت استراتيجية واضحة. نعم. أنه راح تكون هناك توزيع حقيقي وعادل في هذه المواقع. عندنا مراكز كثيرة حوالي 120 مركز تقريبا موزع في مناطق أمانة عمان، عدد كبير. التوجه أيضا إلى شرق عمان، يعني هناك أمانة عمان عمالة تنشأ حدائق كبرى، وهذه الحدائق إن شاء الله مستقبلا راح تكون فيها ليس فقط ترفيهية، راح يكون فيها ملاعب، محاكاة للتطور الموجود حاليا التكنولوجي أو عمان الذكية نحن اليوم نتجه. بس إحنا الحمد لله عمان إن شاء الله غير تكون ذكية، وأصلا. نعم. هي ذكية. نعم. بأهلها وذكية هو بتوجه يعني إلكتروني، لذلك الواحد يتحدث عنها، فأكيد راح يكون في هناك تطور أيضا على هذه الأماكن. صحيح صحيح. نعم. نعم صحيح. راح يكون في تطور في هذا الجانب. نعم. نعم. إذا ما تحدثنا عن يعني نعرف تحدثنا عن دور المرأة، أيضا الآن دور الشباب، الشباب نسبتهم كثير كبيرة بالمجتمع، واليوم نتحدث عن دور الشباب، هناك أفكار إبداعية، وبنشوف دائما مثلا في مجال الثقافة مثلا هناك مكتبة داخل الباص، هناك يعني بنشوف قد إيه في أفكار ممكن الشباب إنهم ينفذوها على أرض الواقع، قد إيه أنتم متوجهين لسماع الأفكار الإبداعية الموجودة عند الشباب وتحقيق ذلك؟ يعني ممكن اليوم نشوف بالباص في مكتبة مثلا، يعني اللي يقدر حتى الشباب المتواجدين يثقفوا أنفسهم. صح. حتى هذا بيعطيهم مجال ومساحة للتفكير. صحيح. يعني دور أمانة عمان في هذا الجانب، أول شيء إحنا يعني لما تدعم الشباب تدعمه من خلال خلينا نحكي الإبداع والابتكار، يعني إحنا أمانة عمان لها يعني دور كبير في هذا المجال، وخاصة في الدور المعرفي، يعني وخاصة أيضا يعني هنالك شركات مع مؤسسات خاصة ومؤسسات حكومية للتدريب والتمكين الشباب في إعطاء دورهم. يعني احنا شاركنا اليو ان دي في قلب عمان، شاركت حوالي 300
شاب وكان هناك فرص للعمل للمبدعين، ايضا دعمهم من خلال شراء انتاج الفكره خلينا نحكي الاردني، دعمهم في من خلال شراء المسرحيات، دعمهم من خلال خلينا نحكي البرامج التعريفيه والتثقيفيه والمعرفيه. هذا دور امانه عمان في هذا الجانب. اليوم هيك كلمه اخيره بتوجهها في نهايه هذا اللقاء؟ يعني احنا بنقول ان شاء الله انه عمان دائما بخير واردننا الحبيب دائما بخير، وانه عمان انه تضلي بهذا الرمق الجميل يعني ان شاء الله، وانه نكون نحتفل في كل سنه. نقول يعني كل عام وعمان بخير واسره امانه عمان بخير، وعلى راسهم معالي امين عمان الدكتور يوسف الشواربة الذي نستد منه القوه والعزم في هذا المجال. نعم، شكرا لك نائب مدير المدينة لقطاع التنمية المجتمعية سيد حاتم الهملان على وجودك معنا في هذا اليوم المميز، يوم عمان. أشكرك، يسعد صباحك جميعا.